أهلي ابني خط أحمر، هذا أول خط، يعني ما أحب أحد يتكلم فيهم ولا أحب أحد يتعرض لهم عشان بسبب شهرتي، أو مثلا يلتقط لهم صورة بغير إرادتهم، أو يتكلم عنهم بالعاطل بغير إرادتهم، أو أساسا هم بعيدين كل البعد عن الأضواء. أنا عندي الناس ترى ما تعرف، نحن ستة، 3 بنات و3 أولاد، وفي ناس تفتكر أنه أنا البنت الوحيدة لأهلي، هذا غير صحيح. أنا عندي أختين وعندي 3 أخوان، ما أحب أحد يتعرض لهم، أساسا هم بعيدين على الأضواء. فأنا خط أحمر أهلي، وخط أحمر ابني لا يتعرض لأحد، يعني ما هو مقبول بأي شكل من الأشكال. الحاجة الثانية، الخط الأحمر اللي ما أقبل فيه، الافتراء وتشويه السمعة. لا أحب أعمل كذا في أحد، ولا أحب أحد يسوي فيني كذا، يعني لا أحب أحد يفتري علي، ولا أحب أحد يشوه سمعتي ويتكلم علي بالباطل ولا بالعاطل، والله مجرد، أو مثلا يقول لك والله أنا أعرف فلانة وأنا أعرف بلقيسة وأنا